نظمت حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية مناسبة اختتام أعمال الدورة الشرعية الثانية للبنين. محمد عثمان بشير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه الآية الكريمة كانت هي شعارا لفعاليات ختام هذه الدورة الشرعية التي أقامتها حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية. هذه الدورة كانت خصيصا لأكثر من 236 طفلا يمثلون مستقبلا لجيلنا من أبناء هذا الوطن. كلمة اللجنة المنظمة لهذه الاحتفالية قدمها الأمين العام للحلقة الشيخ أحمد محمد صالح. هذه الدورة الشرعية هي بمثابة تنفيذ الخطة الخماسية لحلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية، ذلك ما أكده المرشد الروحي للحلقة الشيخ صالح محمد رمضان. فيجب علينا أن نربط الولد بالعبادة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوكم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينكم في المضاجع. مفتي الجمهورية الشيخ أحمد نور محمد الحلو قدم كلمة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذه الاحتفالية، حيث أكد خلالها بأن هذه الدورة تدخل ضمن خطط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في محاربة الأفكار المتطرفة. ختام هذه الدورة الثانية على حسب منظمها بأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة،